امين. في سؤال بسالك عن السيد وسام هاشم الرفاعي. نعم. الوحيد اللي عفوا في يعني ما لقى العالم في دوله الكويت تخش ديوانيته تلقى ماد ايده كده. الله. يعني حق الناس عشان اللي يبي يبوس. شنو الحكمه؟ كل ما تدش ديوانيته تلقى ماد ايده كذي بالمنصوريه بالمدخل او المكتب او اي. شنو السر سيدي رفعت؟ السر حتى يتنفع الناس ويستفيدوا. الناس المعرفة حتى يتنفع الناس ياخذوا النفع ويستفيدوا لان يده بركه. يده مبروكه. سبحان الله. يده مبروكه جده وحضرته. اي والله هاي من شغلات ما شفتها بالعالم انا. يعني ما عندي سفر بس ما شفت ولا بالفيديوهات واحد دش ديوانيته تلقى ماديده كذي اللي. هو يا سيدي ايده ممدوده دائما. اي والله. فمن اراد ان يعني في اسرار كل يوم راح اكشف لكم السر. ياخذ نفحات صوفيه. ايوه. يوسفيه رفاعيه. ايوه. سوقيه شاذليه قادريه بدويه علويه البعلويه. درقاويه علاويه. ايوه. نقشبنديه تيجانيه. ممدوده دائما. خنجريه خضريه رفاعيه. ويفهم الذي ياتي. ويعرف حاجته دون ان يتكلم. اي أيوة والله. دون ان يتكلم. شوف اقول له اجلس تعال يا ابن جنب. قلت ليه كذا؟ لان الفراسه اتقي فراسه المؤمن. صح. لانه يرى بنور الايمان. اي أيوة والله. اتقي فراسه المؤمن. سلام. لانه يرى بنور الايمان يا سيدي. سيد الخنجر شنو تحليلك السيد؟ كان كله ماديده بالمنصوره كده. هذه بركات ونفحات. خنجر شيخ الطريقه خنجريه الصوفيه في السوق. عنده فيها حكمه سيدنا السيد يوسف. شلون؟ ان شاء الله. فاحنا بنفحاته هذا ولي رجل من الصالحين ومن ال البيت. نعم. وال البيت ربنا خصاهم بالصلاح وبالكرم. نعم. ربنا يكرمنا بجاههم جميعا ان شاء الله. نعم. الله يكرمك يا سيدي. مدد اسياد يمد الايادي يا رب. يا ابو يعقوب كانت كذي سبحان الله. السيد والسيد هاشم رفع وزيرنا شغل طريقه رفعت وزير ما شفت انا طريقه كذي بالعالم. الحمد لله. نفحات يا اسيادي دول ايادي.